بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي متتبعين قناتي، موضوع جديد، نبتة جديدة، ألا وهي البوغارنيا أو لا قدم الفيل أو لا رجل الفيل. وهذه الشجيرة دائمة الخضرة، نقدروا نديروها داخل المنزل، وعندها كما كتشوفوا هذا الجذع الواضح هو اللي كيخليها كتبقى مميزة وجميلة لديكور المنزل. وكما قلنا نقدروا عندها الاسم اللي باش كتكون شائعة، اما رجل الفيل او لا قدم الفيل. من السهل الحفاظ عليها، لا تحب كثرة السقي، وهذا بسبب هذه الضخامة ديال هذا الساق اللي في الاسفل. هذا راه كيخزن بحال خزان تاع الماء، لذا بالنسبة للناس اللي كيكونوا مسافرين وما كيكونش عندهم الوقت باش يقابلوا النباتات ديالهم، هذه النبتة هذه ضروري تكون من، اذا كنت من محبي النباتات ضروري تكون عندك هذه النبتة من المجموعة ديالك ديال نباتاتك، لحقاش كتصبر العطش، وايضا هي كتحب الجفاف ولا تحب كثرة السقي. اذا هي كتبقى نبته مثاليه كما قلنا للناس اللي كينساو النباتات ديالهم من السقي. هاد النبته هذه نموها بطيء وكتكيف في الاجواء الداخليه، وكتبغي الاضاءه تكون جيده. اذا المصدر اللي كيكون عندنا في البيت كتجي منه الاشعه تاع الضوء، او لا كيكون الضوء ساطع في قرب النوافذ، كتكون هذه ممتازه تحطها في هذيك البلاصه باش تحافظ على اللياقه ديالها. وكما كتشوفوا هاد الاوراق هذه ضروري ونعتنيو بهم، وذلك كنشدوا واحد المنديل ورقي كنبللوه بالماء العادي، وكنعودوا نمسحوا هاد الوريقات من الفوق ومن الاسفل باش تشد ديك اليناعه ديالها. بالنسبه للطريقه ديال الاكثار، هي طريقه الاكثار ديال هذه النبته صعب، لذا الشراء ديالها من المشاتل كيكون افضل وامثل، لان هي كتكاثر عن طريق الخلافات اللي كيكونوا في الاسفل، كيكونوا هنا في الاسفل، وهذه شريطاتها تكون غرستيها في الحديقه على برا، وتكون وصلت واحد الارتفاع، تكون دوزت عندك واحد الفتره لا باس بها، واحد 3 سنوات، كتخرج من هنا من هنا في الفوق كما كتشوفوا على الشاشه، كتكون واحد كدير واحد الزهره كبيره في الابيض، واحد الفلوريزون. وهذيك كناخذوا البذور وملي كنجففوهم كنعاودوا نغرسوهم نزرعوهم في الفصل الرابع، ولكن النسبة تاع النجاح كتكون ضئيلة، إلا الناس اللي كيكونوا عندهم اهتمام كيديروا لها ظروف ملائمة كتنجح معاهم. أولا كما قلنا ملي كتكون كبرات ووصلت لواحد النمو ودوزت عندك واحد الفترة طويلة وعلى برا ماشي في الإصاص، كدير خلافات، كناخذوا خلافات اللي كتكون في الأسفل مع واحد الجذع كيكون في التحت، وكنعاودوا ننقلوها، ولكن كما قلنا كتبقى صعبه في التكاثر ديالها في البيت، اذا الاقتناء ديالها يكون امثل واحسن. وهذه النبته البوغارنيا او قدم الفيل، بالنسبه في العنايه ضروري هاد البلاصه اللي كتكون هنا لتحت كنجول هاد الوراقين اللي كيكونوا ولاو جافين يعني صفارو بحال هكا، كنحيدوهم من الاسفل هكا باش كنخلو فرصه لوحدين اخرين نخلو ليهم البلاصه فين يكبروا وحدين اخرين.
هكا كنساعدو ملي كنحيدو هادو في الاسفل كنساعدو هاد الجذع هذا يبقى يطول. وكما قلنا في السابق بانها هاد النبته هذه راها بطيئه النمو وكتبقى مثاليه. وهاد النبته كنصح بها الجمال ديالها وهاد النبته كتصلح في جميع الاطربه وصباره وما عندهاش واحد المتطلبات كثيره ولا تحرم نفسك باش ما تكونش تكون هاد النبته ضمن مجموعه نباتاتك المنزليه اذا كنت من محبي النباتات. وكنظن انني على نهايه الشريط، كنقول لكم السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للناس اللي كيصادفوا هذا الفيديو على الصدفة، ما تنسوناش من لايك والاشتراك ودعمونا باش نبقاو نعطوا الأفضل. والمتتبعين القناة كنقول لكم شكرا، كنشد على يديكم واحد واحد، كنقول لكم شكرا على تواصلكم الدائم وشكرا على اهتمامكم وشكرا على لايكاتكم لأنها كتزيد تخلينا نعطوا الأحسن. ونتمنى من الله نكون وصلت لكم الفكرة ديال هذه النبتة الجميلة البوغارنيا. والصلاة والسلام على رسول الله، ابقوا مع الشريط الأخير وفرشة ممتعة والسلام عليكم.